مرحبا. للي بعده بيعرفنيش، انا اسمي حسن فليفل. انا حسن فليفل بطلع ببرامج تلفزيونات، ناشط سياسيا، دائما بدعوني هون وغاد احكي عن السياسي. فانا كمان محلل سياسي، وبيسالوني الناس عاده بالبرامج: حسن، شو رايك باللي راح يصير بهاي المنطقه، اسرائيل، فلسطين، الاردن، مصر، لبنان، سوريا، ايش راح يصير بالمستقبل؟ مستقبل هاي المنطقة ايش راح يصير فيها؟ بقول لهم دائما نفس الجواب، بقول لهم طلعوا، انا بفكر انه راح يصير في كثير قتل، راح يصير في كثير انفجارات، بيوت راح تتهدم، ناس راح تنخطف، ناس راح تنشوى، ناس راح تنقلى، بيوت راح تتهدم فوق روس ناس، اجرين راح تتقطع، ايدين راح تتقطع، خراب بيوت، راح يصير كتير حروب، دمار، ناس راح تتحول لكنكيوت. بس بالاخر تعرفوا شو راح يصير؟ بالاخر راح يصير في سلام، سلام شامل بالشرق الاوسط، عشان فيش حل تاني، مجبورين بالاخر بعد كل هالدمار يصير في سلام. سلم عليها يا